أنا بنتي كان عمرها 13 ونص وابن عمها قريب مني وإجا طلبة وأنا وافقت. عشت التجربة وعرفت شو يعني الزواج، شو يعني المسؤولية، شو يعني الخطوبة. أكيد ما انبسطت، بس بتعرفي عنا التقاليد إنه أهلك بدون هيدا الشخص، أهلك هيك حاسينه مناسب لألك، فأنت مضطرة إنك تقبلي بهيدا الشيء وما تكوني ضد أهلك. إيه خاطبة، هلا بدي طبق 16 سنة، بدي أحمل مسؤولية على بكي. يعني لسه بتكون الصبية ما فهمان أمور الحياة، ما عندها استوعاب تعاشر يعني زوج تهتم فيه، يعني كمان عندها وعي شلون تعامل زوجها اذا اجاها اولاد كمان مبكر، كيف بدها تعامل اولاد، كيف تربي اولاد. نحن اول شيء والله ما نهين، يعني نهين علينا انه نجوزها بكير. انا عندي الزواج المبكر هو قتل احلام الطفوله، ما في يعني حريه الطفل لأله، لا الدراسة لا التعليم. بحبوا البنت إنه تتعلم، بس ما بحبوها مثلاً إنه تطلع وتفوت وهيك. فينا نلغي التقاليد، يعني مثلي مثل أي إنسان، اللي عمل التقاليد هو إنسان مثلي مثله. لا صرتي ضد الزواج المبكر، بس قبل كنتي مع الزواج. لأنه حرام، تعذبت بحياتها كتير. بس أنا آخر شيء عملت شيء اللي أنا بديه، اللي أنا اخترته، اللي أنا بحبه، قدرت أعمل شيء لحالي رغم العيلة، رغم العالم يلي بتحس كل شيء البنت إذا طلعت أو فاتت هيدا الشيء غلط. شو حاسة بالضبط؟ فرحانة؟ عادي. ما كتير عم تفكر الموضوع؟ إيه.